السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل أو مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو. يا أهلا وسهلا بيكم في كورس جديد من كورسات في ام وير. موضوعنا هو الـ NSX أو الـ NSX from scratch. الكورس ده أنا متحمس جدا جدا إن أنا أدخل في تفاصيله، لأن الحقيقة من أكتر المواضيع القوية عن في ام وير. طبعا في ام وير برودكتس كتير، ما كانش كل البرودكتس اللي عندهم برودكتس بالفعل برودكتس قوية، لكن الـ NSX تحديدا تفاصيله مهمة للغاية. يعني لو انت ما تعرفنيش وأول مرة تشوفني، فأنا اسمي محمد رشدي. أنا عندي عدد لا بأس به من السنين الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، داتا سنتر فاسيليتيز والفيرتشواليزيشن وسيرفرات وستورج والى اخره. الحمد لله انا سيرتفايد في بعض الشهادات من فيم وير وغيره، فباذن الله انت هتكون بين ايدي امينه. كان ليا او ليا كورسات تانية عن فيم وير، ف لو ما شفتش أي حاجة تاني ليا فتفضل نورني بالزيارة في اليوتيوب شانل بتاعتي، ده العنوان بتاعها، ودي الكونتاكتس بتاعتي عموما، علشان لو حبيتوا تتواصلوا معايا. طيب دي كده مواضيع اللي هنتكلم فيها إن شاء الله في الكورس ده NSX from scratch. يعني دي المواضيع كده بشكل رئيسي، لكن حاليا انا ما اقدرش احصر عدد الفيديوز هيكونوا كام. اوكي، هنبدا ان شاء الله في الفيديو ده بالانترودكشن للاس دي ان، ما هو الاس دي ان والان اس اكس، فوائد الان اس اكس والى اخره. طيب الكورس ده يا شباب ليه requirements، يعني حضرتك لازم يكون عندك خبرة في المواضيع اللي أنا كاتبها دي، ودي من وجهة نظري أنا يعني. تمام، لو مش متوفرة عندك الخبرة دي فما أنصحكش إن أنت تكمل الكورس، يستحسن إن أنت تقوي نفسك أو تصبر إن أنت يكون عندك خبرة في المواضيع دي أو في التفاصيل دي، علشان تقدر تفهم وتستوعب تفاصيل الكورس ده اللي هو الـ NSX. اوكي، فانت محتاج يكون عندك خبره في الفي ام وير اصلا، في الفي ام وير في سفير على الاقل سنتين، محتاج يكون عندك خبره في الاكتيف دايركتوري يعني من 6 اشهر لسنه. ضروري ضروري ان انت تكون سيرتيفايد سي سي ان اي، او على الاقل مذاكر. يعني هو مش المهم الشهاده نفسها الورقه، بس المهم انك تكون مذاكر الكورس، مذاكره كويس، فاهمه كويس، مطبقه سواء في برودكشن او على لاب زي مثلا الباكيت تريسر. اوكي، فضروري، لان احنا هنتكلم على بروتوكولز، يعني مش هقدر ان انا اشرح البروتوكولات وكده، فعلشان كده لازم يكون عندك الخبره دي. يعني لما نقول او اس بي اف لازم تبقى فاهم، لما نقول ناتينج. اوكي، لما نتكلم على الفاير وول لازم يكون عندك خبره في الفاير وولز، والفاير وول هنا ما اقصدش بيها الويندوز فاير وول الله يخليكوا، يعني انا اقصد فاير وول بجد فيزيكال او فيرتشوال، بس تكون اشتغلت على فاير وول، البريمتر فاير وول، بالو التو، فورتي جيت من فورتي نت، سوفوس، بي اف سنس، حتى بي اف سنس قوية جدا يعني، بس على الاقل يعني لازم تكون اتعاملت مع فاير وول، لان احنا هنتعامل مع فاير وول رولز، فانا هدخل فيها في الموضوع مباشرة. مش هقدر ان انا اشرح مبادئ نتوركينج، مش هقدر اشرحها، مش هقدر اشرح مبادئ الفايرول وكده. اوكي، فالكورس ده يعتبر متقدم شويه، محتاج خبره علشان تقدر تتعامل مع المحتوى. تمام، طبعا بالنسبه للجزء الفي ام وير في سفير، فلو انت ما عندكش خبره خالص في الفي ام وير، فانا في عندي كورس كامل على الفي ام وير في سفير، لو تحب انك تشوفه موجود على اليوتيوب شانل، اللي هي الادرس بتاعها كان موجود في السلايد اللي فات. طيب خلينا هنا نقول ما هو الاس دي ان.
اللي هو هيجي منه الـ NSX. الـ NSX هو برودكت من في ام وير قائم على مبني على مفهوم الـ SDN وشوية إضافات. أوكي؟ SDN يعني إيه؟ SDN اختصار Software Defined Networking. أي يعني ده معناه إيه؟ إحنا لو نلاحظ إن هو طبعاً SDN ده مصطلح عام مش خاص بفي ام وير. أوكي؟ يعني شركات كتير عندها برودكتس للـ SDN. أوكي؟ وفي شركات من زمان وهي مطبقة جواها internally الـ SDN، هقول عليها بس بعد شوية. تمام. طيب لو نشوف الـ Software Defined Data Center أو الـ SDDC. أوكي، هنلاقي إن لو إحنا بنتكلم هنا في موضوعنا على VMware، فإن VMware بدأت بالـ Server Virtualization. يعني طبعا هي عبارة عن Server و Desktop Virtualization، يعني فأصبح Software Defined Server أو Software Defined ديسكتوب، اللي هي الفيرتشوال ماشين اللي احنا عارفينها، ان احنا حولنا الورك لود من تراديشنال سيرفر. اوكي، السيرفر الفيزيكال العادي خالص، اتحول الورك لود اللي كان عليه الى فيرتشوال ماشين. اوكي، ايه كمان؟ الاس دي اس اللي هي السوفت وير ديفايند ستورج. فمثلا مع في ام وير احنا بدل ما كان عندنا التراديشنال سان ستورج تستخدم سان او ناز ستورج، فتحول الستورج الى ان اصبح فيرتشوال واصبح ديستريبيوتد على الاس اكس اي هوستس. فما بيكونش مهم بقى هي اللان موقعها فين من الاعراب على اي هوست من الهوستس، المهم في النهايه ان جميع الهوستس شايفين الستورج وجميع الهوستس يقدروا يتعاملوا مع الشيرد داتا ستورز والفيرتشوال ماشينز. فهنا دول اول ركنين لو اعتبرنا ال اس دي دي سي او السوفت وير ديفاين داتا سنتر هو يعني على شكل مثلث. اوكي، ف ركن منه خلينا نسميها ركن يعني هي السيرفر فيرتشواليزيشن، والركن الثاني هو الاستورج فيرتشواليزيشن، واخر ركن فيه هو النتورك فيرتشواليزيشن. تمام. طيب ايه اللي بيحصل في النتورك؟ النص الفوقاني ده هنا من الصورة بنتكلم فيه على التراديشنال نتوركينج اللي هو اللي موجود عندنا كلنا تقريبا، والنص التحتاني هو الاس دي ان اللي هو يعني في النهاية الان اس اكس. اوكي، هوريكم هنا ازاي الترافيك بيمشي، الراوت ترافيك لاير 3. خلاص، انا اشتريت سمارت بين، كان حد في لحظه نرجع، كان حد في كورس الفي سفير طلب مني ان انا استخدم سمارت بين، فانا عشان خاطركم اشتريت واحد. اوبس، معلش كده الاول. جميل، اختراع لطيف قوي الحقيقة، موضوع الألم ده. لحظة واحدة. تمام. طيب في عندي هنا هوست وهوست. اوكي، هوست تاني يعني، وفي تو فيرتشوال ماشينز هنا، وكل واحدة فيهم على فيلان، فيلان 1 وفيلان 2 في التراديشنال نتوركينج اللي احنا عارفينه. ان الفيرتشوال ماشين اللي في فيلان 1 لما تحب انها تكلم VLAN 2، ايه اللي هيحصل؟ فايل ترافيك هيخرج من الفيرتشوال ماشين من الهوست اوكي الى فيزيكال راوتر. تمام، وبعد كده يتعمل له الراوتنج ويلف ويرجع تاني الى VLAN 2. صح، ده اللي احنا عارفينه. فاللي حصل هنا ايه؟ ان الترافيك لازم، مع ان التو فيرتشوال ماشينز دول على نفس الهوست، يعني ممكن يستخدموا نفس السويتش الستاندرد سويتش او الديستريبيوتد سويتش اللي عندهم، خلاص طالما هم على نفس الهوست فان هم يكلموا بعض من غير ما الترافيك يخرج. بس دي على فيلان ودي فيلان تاني خالص، ف لازم الترافيك يحصل له راوتينج على فيزيكال راوتر مثلا. اوكي، فالترافيك لازم يغادر الهوست ويطلع الى راوتر ويلف ويرجع تاني للفيرتشوال ماشين جارتو اللي معاه على نفس الهوست. خلاص،
نفس القصة يعني الطبيعي المعروف طبعا. لو الفيرتشو ماشين دي عايز اتكلم الفيرتشو ماشين برضو على هوست تاني هتعدي من الراوتر، بس يعني دي مش جزئية مهمة. مهم هنا الفارق ما بين التراديشنال والاس دي ان. طيب في الاس دي ان الفيرتشو ماشين دي عايز اتكلم الفيرتشو ماشين دي، الترافيك هيمشي ازاي؟ الترافيك هيخرج، الباكت هتخرج من الفيرتشو ماشين دي تروح كده خلاص، والفيرتشوال ماشين اللي في فيلان 100 فيلان 02 لما تحب تتكلم الفيرتشوال ماشين دي مباشرة على نفس الهوست، على نفس الهوست هنا الترافيك من الفيلان للفيلان اتنقل ازاي؟ ازاي الترافيك ازاي دي على فيرتشوال ماشين، عفوا ازاي دي على فيلان ودي على فيلان تاني؟ حصل الراوتينج فين؟ الراوتينج احنا عارفينه ان يعني اللي احنا فاهمينه ان الراوتينج لازم يتم بره على فيزيكال، على فيزيكال راوتر، لا بس مش مع الاس دي ان. مع الاس دي ان الراوتينج اصبح بيلت ان لوكال في الاي اس اكس اي هوست، يعني الاي اس اكس اي هوست نفسه اصبح هو الراوتر، هو الاي اس اكس اي عارف الفيلان دي وعارف الفيلان دي اوكي، وهو عنده القدره داخليا هنا طالما ان التو فيرتشوال ماشينز دول على نفس الهوست خلاص انا احرك الترافيك جوه نفس الهوست باستخدام السويتش، اللوكال سويتش هو ديستريبيوتد سويتش حقيقة يعني، بس هو في النهاية الجزء اللوكال منه على الهوست في ان الترافيك يتنقل من الفيرتشوال ماشين دي للفيرتشوال ماشين دي بس. فانا كده وفرت ان الترافيك يطلع بره، وبالتالي الاماكن اللي فيها نتورك ترافيك عالي جدا جدا اوكي اصبح بالنسبة له ده فايدة كبيرة قوي ان الترافيك يفضل جوه نفس الهوست. تمام، هو ده كل اللي في الاس دي ان؟ لا طبعا الاس دي ان فيها كلام كتير قوي هنعرف تفاصيله واحنا ماشيين في الكورس. وبالتالي اذكر بس نقطه في السلايد دي هنا، فلما اصبح الورك اصبحت الورك لودز عندنا هنا فيرتشوال اوكي كلاستر، السيرفر ده ممكن يكون ديل، والسيرفر ده ممكن يكون اتش بي، والسيرفر ده ممكن يكون فيوجيتسو اوكي. فحصل ابستراكشن، انا جربت الفيرتشوال ماشين من الفيزيكال لاير اللي هي عليه صحيح، فخلاص اصبح مش مهم الفيرتشوال ماشين هي موجوده على هاردوير ايه، هي بالنسبه لها مش مهم، مش مهم هي موجوده على اتش بي، هي موجوده على ديل او اي ما يكون اوكي، المهم في النهايه انها بتاخد الريسورسز اللي هي عايزاها. فممكن يبقى عندنا فعلا كلاستر واحده فيها مجموعه من البراندز المختلفه وشغالين فيما بينهم وبين بعض بشكل في منتهى الكفاءة، والفي موشن شغالة ومفيش مشكلة خالص. كذلك بالنسبة للستورج، طيب فنتورك فيرتشواليزيشن انا هنا عملت، انا جربت النتوركينج من الفيزيكال لاير، انا خليت اعتماد الفيرتشوال نتورك على الـ virtual properties للـ network، بمعنى إن الـ physical layer عندي من الـ network مش مهم برضو السويتشات اللي فيها إيه، ومش مهم الراوترات اللي فيها إيه، ممكن يبقى عندي سيسكو وعندي اتش بي وعندي هواوي سويتشات، ممكن يبقى عندي أريستا، ممكن يبقى عندي جونيبر، مش مهم، مش مهم أنواعهم إيه، المهم إن هما في الآخر السويتشات دي ما بينها وما بين بعض قادرة إنها تنقل الترافيك خلاص. ال اس دي ان ترافيك او الفيرتشوال نتورك ترافيك بقى بيمشي في تانل اسمه في اكس لان، هنعرف تفاصيله اكتر في تالت فيديو ان شاء الله لما نتكلم على الاركتكتشر والديزاين خلاص. فكل اللي بيحتاجه ال ان اس اكس ترافيك اللي هو هيمشي فيه ترافيك الفيرتشوال ماشين هيحتاج بس فيلان هنا وفيلان هنا، هي نفس الفيلان تكون كونفيجرد ويكونوا كلهم قادرين يشوفوا بعض خلاص، بالنسبة للفيلان يعني خلاص الترافيك هيمر من هنا لهنا ومش فارقه. ملحوظه مهمه بس الاول، او هما ملحوظتين الحقيقه مهمين، الكورس ده مش كورس ديزاين خلاص، الكورس ده بيبتدي معاك من الصفر ايه هو ال ان اس اكس وايه ال اس دي ان اوكي، وياخدك الى مرحله كويسه جدا ان شاء الله اللي بيها تقدر ان انت تعمل الامبلمنتيشن بنفسك، تعمل الانستوليشن والكونفيجريشن والترابل شوتينج والمانجمنت طبعا والحاجات دي كلها.
لا غنى عن الدوكيومنتيشن، وخصوصا بالنسبه للديزاين، لان الان اس اكس ليه اشكال كتير بالنسبه للديزاين، يعني ليه بلو برينتس كتير على حسب الانفايرمنت اللي هيشتغل فيها. فانت محتاج، يعني مفيش كورس واحد هيقدر يغطي الدنيا كلها، فانت محتاج اضافه الى الكورس انك تروح تذاكر الديزاين دوكيومنتيشن ان شاء الله. في اخر الكورس هديلكم بيها يو ار ال كده فيها كميه كتب كبيره قوي، موجوده حتى عندي على البلوج للناس الحلوه اللي بتتابع البلوج بتاعي، في اوريدي كميه كبيره جدا من الكتب عن ال NSX، 160 ميجا بايت تقريبا كتب يعني. اوكي، فالكتاب ده، عفوا، فالكورس ده علشان نتعرف على الكونسبت نفسه، فمالوش علاقة بالامتحان، او يعني محدش يجي يسألني بقى طب انا ذاكرت الكورس بتاعك خلاص هدخل الامتحان، لا انا ماليش دعوة بالامتحانات، انا خبرتي المتواضعة بنقلها لكم علشان تعرفوا تستخدموا السولوشنز. الامتحان تذاكر بقى الدمب، تروح تاخد الكورس الاوفيشال مثلا، او ممكن يبقى الدمب كفايه لو احنا بنتكلم على اول على الفي سي بي دي الان في مثلا، يعني هيبقى كفايه قوي الدمب انك بتذاكر الاسئله اللي فيها، اضافه لانك تبقى فاهم الدنيا اصلا بتشتغل ازاي. خلاص، دي اول نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه هنا للفيزيكال نتورك، اوكي، الفيزيكال لاير دي، مش معنى ان الفيرتشوال نتورك خلاص منفصلة عن الفيزيكال لاير، زي ما في الفيرتشوال ماشينز كده ان هي منفصلة عن الفيزيكال. منفصل هنا بمعنى ان مش مشكلة قوي ايه نوع السيرفر اللي شغال عليه يعني، اوكي. فده مش معناه هنا ان انا استرخص في النتورك اطلاقا، انت لازم يكون عندك نتورك قوية جدا ومصممة و well configured، مصممة بشكل محترم والكونفيجريشن المعمول فيها كونفيجريشن محترم ومظبوط، تمام، مش اي نتورك. واللي يقدر ومش وسويتشات لازم تكون مانجد كلها، ما حدش يستخدم سويتش ان مانجد، لان في حاجات في السيتنجز ما بتتعملش في الان مانجد. هو واللي يقدر يشتري الان اس اكس يعني ما اعتقدش انه هيفضل عايش او ان هو اصلا عنده ان مانجد نتورك، ما يصحش يعني، يعني تبقى عيبه في حقه يعني. بس فلازم النتورك تكون قوية جدا جدا. ليه؟ لأنها هي الأساس اللي هتتبني عليه ال virtual network أو ال software defined network، زيها زي السيرفرات. لازم سيرفر يكون بحالة صحية جيدة علشان يقدر يستضيف ال virtual machines. طيب، benefits of NSX، الفوائد ومميزات ال NSX بقى. ال NSX جواه ايه؟ خلوني، انا عايز اشغل القلم. انتوا مش المفروض تشوفوا الحاجات دي، بس انتوا مش غرب يعني. خلاص، فنمسكهم نقطة نقطة. اوكي، طيب، مبدئيا كده ال NSX مناسب لكل احجام ال environments، كل ال environments، يعني مناسب لل small environment وال medium وال large enterprise. اوكي، علشان لو انت فاهم ان هو مناسب بس فقط لل large enterprise فانت غلطان، هو ينفع لل small business كمان، بس سمول بيزنس هنا يعني ما يبقاش هوست واحد وما عندكش في سنتر، لا يعني لازم يبقى عندك كلاستر على الاقل 3 هوستس، ولازم يكون في في سنتر علشان تقدر تحقق اقصى استفاده يعني. خلاص، خلونا نمشي كده في الليست دي وبعدين اقول حاجه. خلاص، فدي اول نقطه. اوكي، طيب، في كمان المايكرو سيجمنتيشن، دي من اقوى مميزات ال NSX. ايه هي المايكرو سيجمنتيشن؟ المايكرو سيجمنتيشن هنا بتعتمد على حاجه اسمها الديستريبيوتد فايرول او الدي اف دبليو، دي هنشوفها بالتفصيل ان شاء الله. بمعنى ان انا لو عندي فاكرين، خلينا ارجع لورا، لا مش هينفع ارجع لورا.
طيب على كل حال، بمعنى ان انا اقدر اعمل تقسيمات على احجام صغيره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي تو فيرتشوال ماشينز، اوكي، والاثنين دول اعتبروا دول، معلش يعني شكلها كده مش حلو بس ما علينا، الاثنين دول على نفس الفيلان، فيلان 01 مثلا، اوكي، على نفس الفيلان اقدر باستخدام الدي اف دبليو او الديستريبيوتد فاير وول اللي هو كونسبت المايكرو سيجمنتيشن، ان انا احط فاير وول بوليسي ما بين الاثنين، الاثنين على نفس الفيلان، اثنين على نفس الفيلان، اقدر امنع ان دي توصل لدي او العكس، اقدر احط فاير وول ان بتوين ما بين التو فيرتشوال ماشينز او اكتر من فيرتشوال ماشين. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدك في ان هو اضاف لك ميزه ما كانتش موجوده عندك قبل كده. انت زمان يعني، او حتى في الوضع الحالي، انت بتقدر تستخدم الفاير وول في انك تفصل ما بين تو فيلانز وبعض مثلا، لكن لو تو فيلانز او اكتر من فيلان على نفس، في نفس البرودكاست دومين، في نفس الفيلان، في نفس السبنت، وانت عايز تحط فاير وول رولز ما بينهم، ما كانش ينفع ابدا انك تعمل حاجه زي كده. مع ان 6 تقدر تعمل كده. هتقولي ما انا ممكن استخدم الاوبريتنج سيستم فاير وول. هو طبعا ممكن، بس يعني ده حل عقيم وغير عملي. انت بالمايكرو سيجمنتيشن تقدر تحط فاير وول رولز على فيرتشوال ماشين واحده، تقدر تحط على كلاستر بالكامل، تقدر تحط على ريسورس بول، تقدر تحط على في نيك في فيرتشوال ماشين، لو فيرتشوال ماشين فيها اكتر من نتورك كارد، تقدر تحط الفاير وول رول بس على الفيرتشوال نيك ده. ايه كمان؟ الفيرتشوال ماشين لما تتحرك جوه الداتا سنتر بتاعك بالفي موشن من هنا لهنا ومن هنا لهنا، الفاير وول بوليسي بتاعتها لازقه فيها وماشيه معاها، اوكي، ومطبقه عليها في جميع الظروف والاحوال. لو الاي بي ادرس بتاعها اتغير هيتطبق عليها، لو انت غيرت لها الماك ادرس برضو الفاير وول رول هتفضل مطبقه عليها، فدي حاجه قويه جدا جدا. اوكي، الديستريبيوتد راوتنج ده اللي انا اديتكم فكره عنه، ان دلوقتي الراوتنج اصبح موزع، ديستريبيوتد، موزع على الاس اكس اي هوستس، ان كل هوست اصبح فيه كيرنل الهايبرفايزر نفسه، اوكي، بقى في بيلت ان راوتر، فبيحصل الراوتنج على مستوى الهوست الواحد. اذا كان الفيرتشوال ماشينز على نفس الهوست عايزين يكلموا بعض وهما موجودين على فيلانز مختلفة، فبدل الترافيك ما يخرج بره لفيزيكال راوتر ويرجع، لا، بيحصل الراوتنج انترنالي داخل الهوست من غير ما الترافيك يخرج خالص بره الهوست. بس طبعا يعني الترافيك هيخرج في حال ما ان الفيرتشوال ماشين، الديستنيشن فيرتشوال ماشين على هوست تاني، فده موضوع تاني يعني. اوكي، عندنا ايه كمان؟ عندنا بيسبورت ايه ال NSX؟ بيسبورت التننتس. يعني ايه تننت؟ تننت ترجمتها الحرفية تقريبا بتعني كلمة اشتراك. يعني معناها ايه هنا؟ يعني معناه ان لو انت سيرفيس بروفايدر وعندك كاستمرز، او انت كيان ضخم، اوكي، انتربرايز كبير قوي وفيها بيزنس يونتس، وعايز تفصل نتورك ترافيك بتاع البيزنس يونتس دي عن بعض تماما، فتقدر ان انت تعمل حاجه اسمها تيننت او زون، هنشوفها، ترانسبورت زون، اوكي، بيكون معزول تماما عن باقي التيننتس، اوكي، وتقدر تستخدم نفس الاي بي رينج تاني. يعني مثلا 192.168.1.0 تقدر تستخدم نفس الرينج اكتر من مره طالما انه موجود في تيننت منفصل، فدي حاجه محترمه جدا جدا يعني. في دي اتش سي بي سيرفر، اوكي، في ايجنتلس انتي فايروس، ايجنتلس انتي فايروس من غير ما يكون للانتي فايروس ايجنت موجود لوكالي على الانستولد على الاوبريتنج سيستم، لا، اصبح الموضوع ايجنتلس. بس ده مش دي مش موجوده كبلت ان فيتشر في ال NSX، ما هياش نيتف فيتشر، دي باد اون، هنشوف في السلايدز اللي جايه هنعرف، بالتعاون مع التكنولوجي بارتنرز لفي ام وير تقدر تستخدم ايجنتلس انتي فايروس. في ناتنج كمان، عارفين الناتنج اكيد، في سايت تو سايت في بي ان من NSX، ممكن من NSX سايت الى NSX سايت، او من NSX سايت الى سايت تاني ما فيهوش NSX اصلا، وبيكون بس في الطرف التاني في يعني زي ايجنت كده اللي هي ال NSX، او حاجه اسمها ESG اللي هي Edge Services Gateway، هنعرفها في خلال الكورس، اوكي. ممكن الكلاينت في بي ان اللي هي الفي بي ان لليوزر،
اليوزر عشان يدخل ريموتلي اوكي للنتورك بتاعتك. فتقدر من يعني موجوده فيتشر الكلاينت في بي ان اسمها اس اس ال في بي ان بلس، موجوده في الاس اس ال، فكل ده بنفس المبلغ تقريبا اللي انت بتدفعه. اوكي في لود بالانسر، الناس اللي عارفه الابلكيشن لود بالانسرز زي الكامب وزي الاف 5، في لود بالانسر بيلت ان موجود في الان اس اكس تقدر تستخدمه علشان توزع اللود على الفيرتشوال ماشينز اللي عندك. اوكي فدي حاجه قويه جدا يعني. شوف كل دول في بوكس واحد، كل الخصائص دي موجوده في ال NSX. ايه كمان في بقى؟ الفلو تراكنج، فلو مونيتورنج لو عايز تعمل تراكنج للفلو، عايز تعمل مونيتورنج وحاجات زي كده، باكيت كابتشر وحاجات زي كده شبيهه يعني شويه بفكره الواير شارك، الناس اللي بتشتغل بالواير شارك. اوكي طب هو انا هو احنا مش لسه بنقول سمول بيزنس ولارج بيزنس طب انا سمول بيزنس هنا، انا مش عايز كل دول. طب انا مش عايز ديستريبيوتد راوتنج، انا سمول بيزنس مش محتاجه، او حتى لو انا لارج انتيتي انا مش محتاج ده. انا والله عاجبني موضوع المايكرو سيجمنتيشن، تقدر تستخدم المايكرو سيجمنتيشن من غير الديستريبيوتد راوتنج. وطبعا التفاصيل اللي انا بقولها دي هتوضح اكتر لما نبتدي ندخل في نتوغل يعني ان شاء الله. اقدر استخدم ال دي اتش بي سيرفر، اقدر استخدم الناتنج، اقدر استخدم السايت تو سايت في بي ان، الكلاينت في بي ان، اقدر استخدم اللود بالانسر، اقدر استخدم كل دول واحده من دول على حده يعني. انا مش بالضروره يعني، خلينا نقول ان هم مش مبنيين على بعض. اوكي انا بشتري ال ان اس اكس، فانا مضطر ان انا اترانسفورم النتورك بتاعتي من الفي لان التراديشنال في لان واروح الى الفي اكس لان. طب انا مش عايز اروح الفي اكس لان، انا مبسوط وسعيد وعايز افضل استخدم الفي لان التراديشنال بتاعتي، انا مش عايز الديستريبيوتد راوتنج، انا مبسوط ان الفيرتشوال ماشين بتاعتي بيخرج منها الترافيك ويروح للراوتر اللي ويرجع، مفيش مشكله خالص. هو مش بالضروره ان انت تستخدم كل الفيتشرز دي، لا انت تقدر تستخدم بس اللي انت محتاجه. فانت ممكن بتشتري الان اس اكس بس عشان انت عايز المايكرو سيجمنتيشن، انت ممكن تبقى سمول اوفيس عندك بس 3 هوستس او 2 هوستس. اوكي مكان مطلوب ان يكون فيه سكيورتي عاليه جدا، مكتب محاماه مثلا او اي حاجه زي كده، اوديتنج مثلا. فانت عايز حتى الفيرتشوال ماشينز اللي في الفيري سمول انفايرمنت بتاعتك ان انت تعمل تحط فاير وول رولز ما بين الفيرتشوال ماشينز بعض. فهنا انت لما بتشتري ال اس اكس بتقدر انك تستفيد بالمايكرو سيجمنتيشن او اللي هي الدي اف دبليو اللي هي الديستريبيوتد فاير وول. أو ممكن تكون عايز تستخدم اللود بالانسنج بس مثلا، ممكن تبقى عايز تستخدم الناتنج. انا شركه صغيره وعايز استفيد بالفي بي ان، فانا مش عايز اشتري فاير وول غاليه، لان في فاير وول قويه ايدج فاير وول اوريدي مع الان اس اكس اللي هي في الاي اس جي، هنعرف عنها بالتفصيل بعدين. فهي دي ممكن تشتغل البريمتر فاير وول بتاعتك، وتقدر تعمل الناتنج اوكي عشان الفيرتشوال ماشينز من جوه، سواء حتى كانت ديسك توب فيرتشوال ماشينز في دي اي يعني، تقدر ان هي تخرج للانترنت مثلا بالناتنج. والناتنج في حاجه اسمها سورس ناتنج وديستنيشن ناتنج هنعرفه بعدين. اوكي وتقدر تستخدم السايت تو سايت في بي ان والكلاينت في بي ان وما الى اخر. امسح دول الاول. طيب بالنسبه ل اوكي دول جزء من وليس الكل تكنولوجي بارتنرز ل NSX. بمعنى الشركات دي بتنتج برودكتس منها الهاردوير ومنها السوفت وير اللي بيتعاون مع ال NSX وبيضيف لل NSX خصائص زياده. يعني على سبيل المثال الاريستا، اريستا شركه اريستا بتنتج سويتشات بتفهم الفي اكس لان، يعني هي صديقة ال NSX. فانت تقدر انك تمرر ال NSX عفوا ال VXLAN traffic من ال virtual environment الى ال physical environment، وتبقى واصلة ب physical server، وال physical server ده يكون ضمن نطاق ال NSX network. اوكي عندها هي موديلات معينة من السويتشات مخصوصة لل NSX للي يحب انه يكستند ال NSX الى ال physical environment. بالنسبة للسكيورتي بالو التو بتنتج فاير وولز اوكي فيرتشوال ماشينز طبعا بتنتجريت مع ان اس اكس فورتينيت كمان. طب دول بنستخدمهم في ايه؟ في المايكرو سيجمنتيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ايوه طب هو اوريدي في ام وير او الان اس اكس في المايكرو سيجمنتيشن، ايوه بس
المايكرو سيجمنتيشن في الفي ام وير او الفاير وول اللي هي الدي اف دبليو دي، تقدر تعمل سيجمنتيشن او تقدر تعمل فاير وولينج لحد لاير 4. الناس المذاكره بقى عارفه الاو اس اي موديل، اوكي لاير 4 في الاو اس اي موديل. لكن وانا عايز اعمل بقى ابلكيشن فاير وولينج باللاير 7، دي هيوفرها لنا حاجه زي 40، زي بالو التو، زي فورتينت. عندنا مكافي كمان بالنسبه للايجنت ليس، الايجنت ليس انتي فايروس، فعندنا مكافي وعندنا ترين مايكرو وعندنا حاجات تانية كمان غيرهم. انت لو رحت في جوجل وكتبت في جوجل كده، اكتب زي ما انا كاتب كده، اكتب ان اس اكس داتا سنتر تكنولوجي بارتنرز، هيجيب لك صفحه على موقع في ام وير. الصفحه دي فيها كل البارتنرز بايه يعني، بتوصيف كده بسيط للبرودكتس اللي عندهم اللي بتتعاون مع ال ان اس اكس. اوكي لو عايز انتروجن بريفنشن، اي بي اس واي دي اس، ترافيك سنيفنج، الحاجات دي كلها متاحة. اوكي اللود بالانسنج كمان لو انت عايز فيتشرز اعلى، لود بالانس، لود بالانسرز كمان زي اف 5 بتنتج كمان لود بالانسرز ل ال ان اس اكس مخصوصة. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.